هي الروتوجات الأخيرة لاستكمال مستشفى 60 سرير بدائرة كرزاز بولاية بشار. هذا المشروع الهام الذي سيسلم قريبا وسيساهم في تخفيف عناء تنقل المرضى لمقر الولاية للعلاج، كما تدعمت بلدية تيمودي بعيادة متعددة الخدمات تتوفر على جميع المصالح الطبية الضرورية. راه في الرتوشات الأخيرة، وحنا نتمنوا إن شاء الله دايرين البرنامج تاعنا باش يوضع في الخدمة في شهر جويلية. هذا المستشفى يتوفر على جميع الأجهزة المطلوبة حتى بالسكانر، تأطير الطبي، نتكلموا مع السيد مدير الصحة حتى نلبي طلبات المواطنين، وتكون عندهم حتى هناك يونبيلونس في القريب العاجل فيما يخص البوليكلينيك تاع تيموتي. قطاع الشباب والرياضة والذي يحظى باهتمام السلطات المحلية لتوفير المنشآت الرياضية والترفيهية لشباب المنطقة، تدعم بمركب رياضي جواري ببلدية تيمودي وقاعة متخصصة في الرياضة ببلدية بني يخلف، مرافق دخلت حيز الاستغلال وستكون فضاء لاحتضان المواهب الرياضية الشابة. كمنشأة رياضية ما شاء الله صرح كبير، لكن بالنسبة للتجهيزات ناقصة شوية، بالنسبة كذلك للمؤطرين اللي يكونوا يأطروا إن شاء الله في هذه القاعة ما عندناش مؤطرين. مركب الهام اللي كانوا ينتظروه الشباب في هذه بزاف، اليوم الحمد لله غادي يكون إن شاء الله نقطة تحول بالنسبة للشباب رايحين إن شاء الله ينشطوا في المجال الرياضي والمجال الشباني. حلونا هذه القاعة جديدة حنا نلعبوا فيها، وما كانش قبل ما كانش نلعبوا. هذا والجهود متواصلة لتوفير التأطير البشري اللازم لهذه المنشآت حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.